أتصور أن مثل هذا الباص غير موجود في البحرين. طبعا الباص مميزاته أنه مثل المكتب أو القاعة المصغرة المتنقلة، عدة استخدامات، ممكن يكون لاجتماعات رفيعة المستوى، وممكن يكون لمناسبات مثل أعياد الميلاد. الباص طبعا هو عبارة عن القاعة اللي أمامنا، بالإضافة إلى في مطبخ ودورة مياه، ضيافة أيضا موجود. مستلزمات الباص كثيرة، منها المقاعد المتحركة لراحة الزبائن، وأيضا في عندنا لو احتاج الزبون إلى تشارجر موجود عندنا اليو اس بي متوفر في الباص كامل. أيضا في عندنا الزبون لو حب يحتفظ بأغراض لنهاية رحلته في دروورز في المقاعد كلها. أيضا الباص يراعي سلامة الركاب في وجود سيت بيلتس، حزام الأمان متوفر على عدد الركاب. في عندنا تلفزيون أيضا متوفر ودي في دي. الباص أيضا مزود بسبيكرات في كل الباص. الباص مزود بمايك، ممكن إذا كان بطريقة إرشاد ممكن المرشد يستخدم المايك. بسبب الكورونا طبعا الناس افتقدت السفر وركوب الطائرة، فهذا يعوض ولو بشيء بسيط، يعطي انطباع مثل الطائرة أن ممكن أن يركبون الباص ويتجولون في البحرين وينتابهم شعور ركوب الطائرة.